دلوقتي هننزل عجينه التوست. تعالوا نعمل التوست الايه الصحي الاول اللي بالشوفان، عشان في ناس كتير قوي بتحبه وطلبوه مني، عشان احنا يعني هو من الوصفات الجميله. توست القمح هنعمله بدقيق القمح، واللي عايز يعمله بدقيق الشوفان يعمله، عايز يحط ميكس بين الدقيق الابيض ودقيق الشوفان، بس انا بفضل ان احنا نعمله بدقيق القمح الكامل. انا عامله دلوقتي بدقيق القمح الكامل وهتشوفوا شكله جميل ورائع وما يقلش ابدا عن اللي نشتريه من بره. يلا بينا نقول بسم الله. هناخد كده العجان بتاعي نضيف ونقول مقاديرنا الاول. عندي للتوست بالدقيق القمح الكامل 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل خلاص، وعندي كوبايه من دقيق جميع الاستخدامات. حضراتكم عايزين تستبدلوه مثلا بكل الكميه تبقى كده، هو لازم يتطعم شويه، على الاقل حاجه نص كوبايه خلاص، وممكن يبقى كله حطوا مكانه دقيق شوفان ما يجراش حاجه. يبقى عملنا ميكس ونص كوبايه من دقيق الشوفان. انا حاطه الحقيقه الكوبايه من الشوفان الكامل، حاطه رشه ملح، وحاطه 2 معلقة كبار من الخميره الفوريه، 1 معلقة سكر، 1/4 كوبايه من الزيت، 2 كوبايات ميه دافيه. وما تاخدوش الميه مره واحده حضراتكم، ابداوا بكوبايه، حسيتوا العجينه محتاجه ادوها، لانه نوع الدقيق اللي بستخدمه غير اللي حضرتك او حضرتك بتستخدميه، فبيفرق في نسبه السوائل. طيب للوش هحط شوفان وبذور شيا وبذور كتان اللي متواجد عشان اديله قيمه غذائيه. عايزين تحطوا منه في العجينه بتتقبلوها، هتبقى جميله جدا ورائعه. هنبدا بقى اول خطوه هنعمل كالاتي. هاخد كده بسم الله، ادي دقيق وادي دقيق الشوفان، دقيق القمح ودقيق الشوفان. وعندي شوفان حب شويه، هسيب شويه للوش، حطهم على الوش خلاص. والدقيق الابيض هاخد منه نص كوبايه بس، اللي هو دقيق جميع الاستخدامات خلاص. اهم حاجه عندي السكر والخميره اهم. وبعدين انا هحط شويه جوه، 1/2 معلقة ومعلقه صغيره من بذور الكتان. بذور الكتان دي الوان، وهنتكلم عن فوائدها كمان، فوائدها كتير خلاص. بسم الله. الحقيقه من انواع الدقيق الراقيه جدا ومن انواع التوست الرائعه. ادي الزيت، ميه دافيه، موضوع بسيط ومكونات موجوده في كل بيت. هاخد هنا بس شويه كده من الميه العاديه، وهخلط عليهم من الميه السخنه الاول. بسم الله. احط صباعي كده سخنه قوي، بردها عشان تبقى فاتره. احنا بدانا ندخل في الشتاء، وانا عايزه العجينه تبقى كويسه وتنتفخ على طول، ما تاخدش مني وقت كتير. في الحاله دي لو المكان عند حضراتكم بارد قوي، يبقى احنا هنسخن الفرن 5 دقائق وبعدين نطفيه. نعم. معلش احنا هنقلب تقليبه خفيفه كده وبعدين نعجنه بره بس يتلم. ماشي. بسم الله. شويه شويه احنا هنلمه، بس احنا مش عايزين يعني نضربه كتير، تمام؟ والمفروض لنجاحه لازم يبقى بيلزق مع حضراتكم، بيلزق كده. هو هيهدم التلزيقه دي اول ما يخمر، واحنا كده كده هنبطنه ونحطه في القالب على طول. بسم الله. بصوا بسم الله. يلا بينا. تقدروا تعملوه في صينيه مثلا زي بتاعه التشيز كيك على حسب الحجم، صغيره ويتخبز فيها، بس حطوا ورقه زبده، يعني لازم ورقه زبده تكرفشوها وتحطوها، وتحطوا العجينه سيبوها تدخل الفرن ترتاح ويطلع رائع تفطروا بيه. ماشي حبايبي، بس انا خليني الاول احط الميه المناسبه، بس حبه كمان. تعالوا بقى نرفع. بصوا كده. لا محتاج شويه سوائل. بصوا بقى، الدقيق شوفان ودقيق القمح الكامل لازم ياخد نسبه سوائل اكتر من الدقيق الابيض العادي، فحضراتكم لازم تشوفوا العجينه، هقول لكم ازاي تجربوها تعرفوا انها ما بتشققش. دقيقه كمان للضرب، وبعدين نجهز الايه القالب بتاعنا. بصوا بقى بسم الله كده العجينه ان شاء الله كويسه، لسه هتتخمر تخمير اول. اهم حاجه في التوست ده بقى التخمير الاول والتخمير الثاني. معلش انا هحط نقطه زيت. عايزين نقول بذر الكتان فوائده وانوانه، عايزين فوايد البذر الكتان. خلوا بالكم هو في منه لونين، بصوا بيلزق ازاي. انا عايزاه كده عشان يطلع هش. خلاص هاخد بقى اقسم. انا دلوقتي عندي قالب زي قالب الانجليش كيك، اهم حاجه الوانه والفروق بينهم. كده هنعمل كالاتي. طيب بصوا بقى هنفرد كده، هنديها بس شكل الرول يعني كده، هنلفها كده على طول. انا مش هقسمها 3 كور زي ما عملنا قبل كده، فاهمين قصدي ازاي؟ مش هقسمها زي قبل كده، انا هحطها زي ما هي كده عجينه جوه القالب. شايفين ازاي اهو كده. وبعدين على الوش عندي هنا حبه من بذر الكتان، وعندي كمان شويه هنحطهم من الشوفان الحب على حسب حضراتكم تحبوا ايه. انا حطيت شويه بس بسيطه منه جوه العجينه، وادي الشوفان الحب غطوه بقى شويه، سيبوه ساعه على الاقل عشان يخمر. هيعلى وهيملى القالب ده وهيطلع كويس. الفرق بس بين القالب اللي احنا بنعمل فيه والقالب التوست اللي بيتعمل فيه بره اللي بناخده احنا من السوبر ماركت، بيبقى كيسه متقطع شرايح، انه بيبقى ليه غطا من فوق بيجي كده يكبس يدخل في مجرى، وليه قالب طويل على قد حجم التوست الستاندر بيقفل، وهو ده اللي بيخمر جواه بيعلى جواه فبياخد الشكل المربع اللي حضراتكم بتشوفوه. احنا بنعمله في البيت واريكم شكله رائع، وبيتعمل منه دلوقتي في بعض الماركتس والهايبرز الكبيره الشكل ده كمان. يعني مش بشرط بيدخل في قوالب التوست بس. هسيبه واغطيه، لازم يتغطى اهو. حبه حلوين بقى ساعه كده. وبصوا قبل ما اغطي لازم اعمل هنا زيت. ليه؟ عشان لما يخمر ما يطلع ويعلى، اما يلزق فوق اعرف اشيله من غير ما يخدش شكل الايه العجينه بتاعتي اهو. انا مش هدخله فرن، انا هوريكم شكله لما بيخمر بيطلع عامل ازاي. بصوا كده بيعلى، بس ده التوست الابيض مش العادي. بصوا بيعلى في القالب بيبقى عامل ازاي. بعدها بندهنه بقى، بنعمل الدهان بتاعه وبندخله. في ناس تحب تدهنه وفي ناس ما تحبش تدهنه، على حسب حضراتكم بتحبوا ايه، لكن لازم يوصل للمرحله دي. شفتوا ده الفرق. وبعدين ادهنه وادخله الفرن على حراره 220. تعالوا قبل ما نطلع نبص على العجينه الفطيره. ماشي بصوا كده الفطيره، هي الموتزاريلا عملت زي مارشميلو ليه كده؟ عشان ماسكه بعض، عشان ماسكه. تسلموا يا حبايبي، تسلموا. نقفل بقى كده شويه، نهدي النار واسمحوا لنا بقى. انا مش هدخل التوست الا لما اوري حضراتكم شكل التوست. بصوا عامل ازاي اللي بالشوفان. يا ريت نستعرضه مخرجنا بعد اذنك عشان نبقى عملنا التوست مع بعض. وشوفوا التوست الابيض كمان هيطلع دلوقتي، هنعمل عجينته سهل وبسيط هتشوفوه. بذر الكتان من الحاجات المهمه، وفي منه لونين، لان هو كمان من الحاجات المفيده للناس اللي عندهم يعني مرضى السكر، لان هو من الحاجات اللي بتنظم نسبه السكر في الدم وبيمنع تصلب الشرايين، وهو من الحاجات يعني كتير بيستخدموه في الدايت. مهم جدا للامساك، في ناس كتير بتستخدمه اصلا عشان اللي عندهم دايما امساك او ما بياكلوش الياف. الناس ساعات احيانا بقى بصوا، بس في معلومه كده لبذر الكتان. بصوا هو شكله عامل ازاي. في بقى بذر حب الرشاد اكبر شويه، اكبر. حب الرشاد ده هايل للعظم. عايزه اقول لكم ده اللي بيعوض الماده الجيلاتينيه اللي بيحطوه على لبن لمده 10 دقائق كده، وبعد كده بيشربوه 15 يوم يعني عايزه اقول لكم ان في ناس شفاهم الله وعافاهم كانوا عاملين شرايح وعمليات، وكنت حاضره الحديث ده مع الدكتور لما بيشوف الاشعه بيقول لها انت خدتي ايه؟ قالت انا كنت باخد حب الرشاد الصبح. لا استمري عليه لانه لقى العظم لقم بشكل مختلف. طيب احنا بقى دلوقتي انتوا شفتوا خلاص التوست يا اولاد؟ شفتوه من غيري؟ ماشي. طيب هنطلع بقى بعد اذن حضراتكم الاستراحه، هنرجع بعد الاستراحه نطلع الفطيره بتاعتنا ونشوف هنعمل حاجه حلوه كده ظريفه وسريعه في انتظار حضراتكم.